السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمكن دول الجزائر سعيد بن رحمة من قيادة فريقه ويستعام الإنجليزي للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في مشواره الكروي. وسجل سعيد بن رحمة هدفا شخصيا له في دمر الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء قبل أن يستبدله مدربه في الدقيقة 76 من عمر المباراة المثير ليعود زميله مويل ويسجل هدفه الثاني في آخر أطوار المباراة التي جرت بعاصمة تشيك برانكا. وأصبح مهاجم الخضر ثاني لاعب جزائري يسجل في نهائي المسابقة الأوروبية بعد النجم رابح ماجر وثالث لاعب عربي بعد ماجر ومحمد صلاح. وبعد التتويج بكأس الدوري المؤتمر الأوروبي ظهر سعيد بن رحمة وهو يحمل العلم الجزائري طيلة لحظة احتفال ورفع كأس المؤتمر الأوروبي بالإضافة إلى العلم الجزائري. شهر بن رحمة مع والدته وهو يحتفل بالتتويج داخل الملعب. وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا أنتم بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.